السلام عليكم ورحمة الله. طلاب الكرام، اليوم سوف نتناول في المحاضرة الخامسة لمساق الإخراج الصحفي بعض المعلومات عن موضوع الطباعة وأنواعها. طبعا هذه المحاضرة هتكون جزئية بسيطة، وسيتم التوسع فيها من خلال فيديوهات خارجية تفصيلية تفصل الطباعة بشكل عملي أكثر، تحتاج إلى تركيز منكم. طبعا سنتناول مفهوم الطباعة. يرتبط تاريخ التصميم الطباعي بنشأة الطباعة وتطورها، لما لها من أثر إنجاز التصاميم وتطور إمكانياتها. وتعرف كلمة الطباعة في اللغة تعني ترك أثر لمؤثر ما ينقله من سطح إلى آخر، على أي من السطوح أو المجسمات المختلفة. ماذا يقصد السطوح والمجسمات؟ يعني هو ممكن على ورق، على أقمشة، على أخشاب، على جدران. والطباعة مصدرها حدث عن اللغة الفعل الثلاثي طبع، وقد يكون هذا الأثر مادي مثل أثر الأقدام على الرمال والذي عمل عليه قصص الأثر. أعتقد هذا واضح من ناحية لغوية تعريف. أما الطباعة بمفهوم الإنتاجي فتعني كل ما يحول الحروف والأشكال والرسوم من سطح لآخر لإنتاج شيء جديد في مجال. حدثوا كيف؟ يعني الأحرف، الكلمات، الصور تنتج شيء جديد. على الصعيد الثقافي، الكتب، العلوم، القراءة، القصص، وما يغطي حاجات الناس والمصانع والأسواق. كان يتحدث عن موضوع الإعلانات التجارية وطباعتها والأسواق والترويج إلها ومواد التعبئة. لاحظ إنه بعض مواد التعبئة أو التغليف تحتاج إلى طباعة الصور، طباعة الألوان، استخدام الألوان، استخدام الشعارات واللوجو الخاص بالشركات والأنشطة والاقتصادية، حتى الأنشطة الاجتماعية. بمعنى أنه تعني كل ما يحول الحروف والأشكال والرسوم من سطح لآخر إنتاج شيء جديد كافة هذه المجالات. معنى أنه الطباعة موجودة في كافة مجالات الحياة، تجدها على الكتب، في الشوارع، في اليافطات، في المصانع، في المنتجات، في كافة المجالات. وتعرفها بعض المراجع بأنها تكنولوجيا إظهار المعلومات بما تتضمنه من أشكال وصور وكلمات عن طريق استخدام أي أسلوب من الأساليب الحديثة. هنا ركزوا، الأساليب الحديثة كيف عملية الطباعة؟ هنا نتحدث عن مواضيع الأساليب التقنية الحديثة، اليافطات بتحكي عن الجارمات، بتحكي عن الرسومات باستخدام الطابعات الحديثة، أو هي عملية إنتاج نسخ متشابهة من أصل معين، حيث تكون الطباعة هذا المفهوم وسيلة لإنتاج طبعات من أصل معين. يعني هو بتحدث عن عملية طباعة الكتب وطباعة الصور وطباعة النسخ، واللي إحنا بتعيشها بشكل دائم في الجامعات، في المؤسسات التعليمية، في الوزارات، بنطبع مناهج. وعلى سبيل المثال، ويسجل التاريخ هذا المعنى لكلمة الطباعة حينما وجد الإنسان نفسه منذ بدأت الحياة على الأرض. منذ بدأ الحياة على الأرض بحاجة إلى تسجيل الكلمات التي ينطق بها، وهذا جعله يفكر في اختراع الكتابة. ركزوا معي، أنا بنعود إلى كيف الكتابة بدأت واخترعت وسيلة تسجيلها، حيث كانت الطباعة منذ القدم بالنحت، بالطريقة اليدوية، بالإشارات، بالكتب، بالأحرف القديمة اللي استخدمها في العصور القديمة. إذا هي انتقلت أيضا من جيل إلى جيل وتطورت. تحدث هنا عن تطوير الطباعة وأشكالها بطريقة تطور. يعني جاءت فكرة الطباعة من حيث أن فكر الإنسان بتدوين الأشياء، مرورا بتدوين الشعر والكتابات الخاصة بالإنسان نفسه. ولاحظنا بعض الآثار تنظر إلى بعض
الآثار القديمة مثلا تجد أن هناك حفريات، لغات قديمة، إشارات، رموز، حفر بالطريقة تحديدا الغائرة اللي راح نتناولها كمان شوية. والطباعة تعرف بأنها الفن والعلم الذي يمكن عن طريقها معا نقل الحروف والرسوم والصور، ولا بد من توافر ضروريات أربعة أساسية: السطح الطابع، الورق أو البسيط الذي يتم الطباعة عليه، الحبر كوسيلة لنقل الأشكال والحروف. إذن هو الحبر بنقل هذا السطح طابع على الورق إلى الوسيط نفسه عبر إيش؟ عبر ماكينة الطباعة. يعني هذول الثلاث أربع نقاط أساسية، أساسيات لعملية الطباعة. حتى نفهمها يعني لازم يكون عندنا أحرف، ورق، حبر، وسيلة للطباعة. طبعا الطباعة هناك عدة أنواع أساسية للطباعة وأخرى فرعية. تنقسم الأنواع الأساسية إلى ثلاث أنواع: الطباعة البارزة، الغائرة، المستوية. أما الطرق الفرعية فمنها الطباعة المسامية، الطباعة النافرة. الطباعة البارزة أقدم أنواع الطباعة. لاحظوا أنه كانت في القديم أنه الطباعة تستخدم الحروف بارزة، وتعتمد على تحبير الحروف وأشكالها القديمة، وتكون أحيانا نوع المعدن من الأخشاب استخدمت على سبيل المثال، ومن المعدن وأنواع أخرى من أنواع المواد المستخدمة في تلك الفترة. طبعا كانوا قديما أيام مع اكتشاف الطباعة، يوحنا جوتنبرغ كان يستخدم كل حرف لوحده في البدايات، وبعدين تطورت الأمور صار يستخدم كل مجموعة حروف بشكل كلمة، يوضع على لوح خشبي كلمات بارزة وأحرف بارزة، ويتم طبع الكلمة على الورق وتعطي لون وشكل هذه الكلمة. طبعا استمرت وصفة عملية منذ، وقد عرفت تلك الطريقة بأحد الأشكال الحديثة من القرن الخامس عشر زي ما حكيت لكم منذ اكتشاف الطباعة، واستمرت وصفة عملية أساسية في الطباعة لمدة 5 قرون متتالية. هاي الطباعة البارزة. طبعا صار عندنا استحداث ألواح من سيريل أو النايلون بديل القوالب المعدنية أو الشبكات الحربية في الطباعة المسامية المسطحة. أنا كان في عندنا كمان طباعة مسامية مسطحة، وأنا هحكي عنها في أنواع الطباعة اللي هي البعض يعتبرها أنواع ويعتبرها شكل من أشكال الطباعة الأخرى، الطباعة البارزة. ثم استحدثت رقائق اللدائن الحساسة للضوء، حيث يتم إبراز الأجزاء المراد طباعتها في تلك الرقائق، ثم تعرض للضوء، الأمر الذي يجعلها تتصلب، ثم يتم إزالة الأجزاء غير المتصلبة باستخدام الماء والمحاليل. ثم تدخل الرقائق إلى غرفة الطباعة، حيث تتشرب الحبر، تلامس الورق، فينقل الحبر إلى سطح المكتب، سطح الورق. هنا الطباعة البارزة، هذا شكل الحرف، أحرف. هاي الطباعة الغائرة، لكن حتحدث أنا الآن. هاي بيكون أحيانا مجموعة حروف، في البداية كان حرف، كل حرف لحاله يتم استخدامه، عشان كانت الطباعة تاخذ وقت طويل، ويتم استخدام ضغط بالضغط على الورق، وبعدها تطور صار عندنا لوح خشبي في كل طباعة حرف، مثلا الايه هيك حروف ايه، حرف البي على سبيل المثال، وليست للحصر، بكل كل مجموعة حروف بشكل كلمة. الآن الطباعة الغائرة تماما عكس الطباعة البارزة، فتتم باستخدام أسطوانة نحاسية محفور عليها الكلام. لاحظوا محفور عليها الكلام، كلام بارز لا محفور عليها، أو الصور والأشكال المراد طباعتها بحفار ميكانيكي أو بأشعة ليزر تملأ التجويف الممثل للكلام أو الأشكال
بحبر الطباعة، ثم يضغط بهذه الأسطوانة على الورق فتطبع الحبر والأشكال. تستخدم هذه الطريقة في طباعة الصور والمجلات والكتالوجات طبعا، والتغليف وإلى آخره من الأشكال. وهنا عندنا أي الطباعة الغائرة، هذا شكل الطباعة الغائرة. وهنا على صعيد الرسوم لاحظوا يتم استخدام الطباعة الغائرة، وهنا هو عملنا صورة طباعة مستوية اللي هي مستوى لا بارزة ولا غائرة، غائرة اللي فيها تجويد داخلي مقصود فيه. الآن نتحدث عن الطباعة المستوية. تعتمد تلك الطريقة على نظرية الفصل الذهني للماء، ويتحدث عن فكرة أنه بالصدفة اكتشفها عالم ألماني هذه الطريقة عام 1796، وكان عن طريق المصادفة البحتة. كان يكتب على حجر جيري بقلم رصاص، فسقط بعض منها محلول حمضي، يعني كان محلول الحمضي كان يستخدمه على الحجر، فلاحظ أن الحامض قد غطى سطح الحجر الجيري ما عدا الأماكن اللي كتب عليها بقلم رصاص. وحينما أضاف الحبر الطابع على سطح هذا الحجر، لاحظ أن الحبر قد استقر على الأجزاء المكتوب عليها، وهي يعتبر اكتشاف من قبل هذا العالم الألماني سين فيلدر عام 1796. طبعا وجد أنه ما كتب على الحجر قد طبع معكوسا على الورق، وكانت تلك بداية اكتشاف طريقة الطباعة المستوية في بداية القرن العشرين. ثم طبعا استبدل لوحات الزنك بالحجارة الجيرية المستوية، ثم تطورت بعد ذلك إلى طباعة مباشرة على اللوح المعدني وغير مباشرة واستخدام وسيط مطاطي، وهو ما يطلق عليه طباعة الأوفيس أنا، حيث سهلت هذه الطريقة في عملية الطباعة التي لا يمكن الطباعة عليها مباشرة مثل اللدائن والمعادن. الآن هذا شكل الطباعة المستوية، هيها بدهاش يعني لا بارزة ولا غائرة، هاي الطباعة الغائرة. الطباعة البارزة شفناها سابقا. طبعا الطباعة المسامية، وهي تستخدم هذه الطباعة شبكة حرية مثبتة على إطار خشبي. أعتقد هذه الطباعة ظلت تستخدم حتى يعني فترة قصيرة، بعض استخدمها وكان يستخدموها على الكتابة على الملابس الرياضية وعلى الأشكال الجارمات يستخدموها، وتحديدا كانت أفضل شيء تستخدم على الأقمشة لحد فترة قصيرة جدا تستخدم طبعا. وتطلي هذه الشبكة بطلاء خاص، تطلى بطلاء خاص، وذلك لغلق مساماتها، وبعد جفاف الطلاء تغطى بمادة حساسة للضوء. لاحظوا ثم يوضع الشكل المرسوم والمراد طباعته على سطح شفاف منفذ للضوء، ثم تعرض الشبكة للضوء عبر السطح الشفاف، فينفذ الضوء من المناطق غير المرسومة فتتصلب نظيراتها على الشبكة. باستخدام بعض المذيبات العضوية، هذا في مادة وسائل موجود، بتم تذويب ما يريد تذويبه والباقي بيثبت على الطباعة السطح المراد بطباعته. طبعا هاي اللي بدها نشرح لكم اياها بشكل ادق عن طريق فيديو انا بدي ارسله لكم بشكل دقيق. الطباعة المسامية هيك طبعا، هاي شكلها، وخشب يكون في لوح زي قطعة شبك فلين شبك زي الياف، يتم وضع عليها التصميم ثم وضع المادة عليها هيك، بتم بغطي كافة الأماكن، وبعدين بطبع هاي الطرق تطلع الشكل المراد تبعته بهاي الطريقة. طبعا تطلع بهاي الطريقة المراد تبعته. طبعا في هذه الأشكال تنمسح مع السائل اللي بيتم استخدامه، ولكن اللي بنطبع الجزء المراد تبعته هاي عن طريق استخدام الضوء. طبعا الطباعة النافرة، وهي ليست نوع من أنواع الطباعة بقدر ما هي نوع من المادة المطبوعة، يعني في بعض بيعتبرها طباعة زي استخدام
هذا النوع من المادة الخام تستخدم في الطباعة، في كتابة، في رسومات، لكن بتكون بارزة. هي البعض بيحكيها أنها طباعة بارزة، بعتبرها أنها نوع من أنواع الطباعة البارد، لكن هو هنا بيتم استخدام نوع من المادة الصمغية الحرارية، بيتم وضعها وتشكيلها بقوالب معينة مدسمة وبتعطيك أشكال بارزة. طبعا طباعة الكربون وهي الطريقة اليدوية بخط الإيد، وهي أنا يعني أعتقد موجودة. خط الإيد بيتم كتابة على ورق، بين كل ورقة وكربون والأخرى بيتم وضع ورقة لكي يتم نقلها، وكان يستخدمها بعض قديما، ويمكن من فترة 15 أو 20 سنة كان يتم استخدامه في بعض المؤسسات، المعلمين، في بعض الكتاب يكتبوا أسئلة الامتحانات، القصائد، الكتب كانت تطبع بطريقة يدوية هاي الطريقة، وبتطلع على الورق الثاني. وهاي أنواع الطباعة الأساسية، وهي أشكال الطباعة اللي إحنا عرفناها. وهناك فيديو سأرفقه لكم لكي تتوسع أكثر وتستفيد أكثر من خلال هذه الأنواع أنواع الطباعة اللي مراد معرفتها، لأنه هاي الأنواع الطباعة مهمة لكم كطلاب صحاف، على الأقل تكونوا على علم ودراية بهذه الأنواع، لأنه ممكن أنتم في خلال العمل حدا يسألكم هذه الأنواع من الطباعة، ومهم تكونوا بتعرفوا هذه الأنواع ومن وين جاءت كل من وين جاء كل نوع من هذه الأنواع. أعتقد بهيك استطعنا أن نلخص بشكل سريع أنواع الطباعة. هناك فيديوهات عليكم متابعتها ومشاهدتها بشكل دقيق. إلى اللقاء في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى.